فين؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو فيها زفت مجاني. ايوه طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever whatever، يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. لا نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادرة تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايب لنا فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله انت عايشة في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وشتي لسه عمالة تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعة وانت تحلي قطعة. بقولك ايه يا بنت انت، انا مش ناقصة تفاهة وهيافة. هاتي المجلة بدل ما خليك انت قطعة. لا انت هبلة بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكتلك على طول. ولو مسكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجلة بدل ما اديك على وشك. لا 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 انت كمان هتزعلي. انت كمان هتزعلي.